هي واحدة من مبدعات مصر، تميزت في مجال الرسوم المتحركة الذي يعشقه الكبار قبل الصغار. استطاعت من خلال سنوات عمل طويلة بإخلاص ودأب وبخيال مبدع وحكايات ملونة يزداد جمالها وحضورها بمرور السنوات أن تصبح واحدة من رموز هذا الفن وصناعه في مصر والعالم العربي. إنها المخرجة الرائدة والمبدعة صانعة الأحلام الملونة الفنانة شويكار خليفة. شويكار محمد خليفة من مواليد 4 فبراير 1943 الدقهلية، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم ديكور عام 1965. حصلت على العديد من الدورات التدريبية لدراسة التلفزيون والإنتاج والرسوم المتحركة، ومنها دورة تدريبية في تلفزيون ألمانيا الغربية لمدة 6 أشهر. تدربت على يد الأخوين علي وحسام مهيب، وهما من رواد الرسوم المتحركة في مصر والعالم العربي. بدأت العمل الاحترافي من خلال تترات بعض البرامج مثل مع الناس، مسلسل جحا، وبرامج الأطفال والبرامج التعليمية. عملت كمساعد مخرج للمخرج الراحل الكبير فهمي عبد الحميد، بالإضافة إلى عملها كمخرج للرسوم المتحركة بكل فوازير رمضان منذ 1977 وحتى 1990، ومنها بدايات فوازير نيلي صورة وفزورة، صورة وفزورتين، صورة وثلاث فوازير. قامت بتصميم وإخراج تترات حلقات ألف ليلة وليلة عروس البحور عام 1985، وأردشان ومندو عام 1986، كريمة وحليمة وفاطمة 1987، الإشكيف وست الملاح عام 1989. صممت تترات فوازير المناسبات عام 1988، إحنا فين عام 1994. قامت بتصميم تترات عدد من المسلسلات التلفزيونية منها عيون، ضمير أبلة حكمة، غاضبون وغاضبات، بوابة الحلواني، مغامرات زكية هانم، اتنين اتنين، وكذلك مسلسل الأطفال بسانتو دياستي. شغلت الكثير من المناصب في التلفزيون المصري وتدرجت في السلك الوظيفي. في عام 1998 أصبحت نائب رئيس قناة الأسرة والطفل، وفي عام 2001 رأست قناة النيل للدراما، في عام 2002 رأست قناة النيل للأسرة والطفل، ومنذ عام 2003 وحتى 2010 تولت منصب مستشار رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة للرسوم المتحركة والجرافيك. أخرجت 26 فيلم تسجيلي عن الفنون التشكيلية والفنانين التشكيليين منذ 1982 وحتى 1998 من خلال برنامج ألوان. أخرجت فيلمين رسوم متحركة لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف عام 1994، وتم عرضها بورشة عمل بفلوريدا بالولايات المتحدة ومهرجان هيروشيما عام 1996. تم تسجيلها كأهم فنانة للرسوم المتحركة بالعالم العربي في أول موسوعة عربية للفنون من مؤسسة الجيل اللبنانية عام 1994. شاركت في العديد من لجان التحكيم بمهرجانات محلية وعربية ودولية إلى جانب مؤتمرات إعلامية وفنية. نالت العديد من الجوائز والتكريمات طوال مشوارها المهني، ووصلت لما يقرب من 50 جائزة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية من العديد من المهرجانات والهيئات الدولية والمحلية، منها اليونيسيف، مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس، مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب شهادة تقدير من مهرجان هيروشيما الدولي للرسوم المتحركة عام 1996 عن فيلم الدفاع عن حقوق المدنيين وقت الحرب. كرمتها وزارة الثقافة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2008، وأصدرت عن مشوارها كتاب شويكار خليفة أحلام ملونة. كرمت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن دورها كرائدة لفن الرسوم المتحركة في مصر وإفريقيا عام 2013. تم تكريمها عن مجمل أعمالها من المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته 67 فبراير 2019. إنها المخرجة الرائدة والمبدعة صانعة الأحلام الملونة الفنانة شويكار خليفة. لم تختلف طبيعتها الهادئة والمتأملة منذ الطفولة وحتى الآن، فما زالت تنظر للعالم كما لو كان عالما من الرسوم المتحركة والألوان المبهجة. عالم ملون يعشقه الكثيرون ويتمنون لو كانوا
جزءا من هذا الخيال. المخرجة الكبيرة الفنانة الأستاذة شويكار خليفة، كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. وانتم بصحة وسلامة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اسمح لنا كده يعني نتجول مع حضرتك عبر مشوار حياة طويلة قدمتي من خلالها العديد من الأعمال، لكن خلينا في البداية نرجع لمرحلة الطفولة، وبالتأكيد كان في طبيعة مختلفة ليها سمات خاصة، سواء كانت هادية شقية. دايما طفولة كل واحد فينا بتختلف عن مرحلة الكبر، تفتكري إيه عن الطفولة؟ أنا طفولتي كانت في أماكن مختلفة، يعني فترة في المحلة الكبرى وفترة في اسكندرية، وكبرت شوية في حلوان والمعادي. تمام. لكن الفترة الأولانية أنا فاكرة كويس قوي قوي في المحلة، كان بابا الله يرحمه كان دكتور كيماوي في مصانع المحلة، وكنا ساكنين في الكومباوند بتاع الشركة، فكان كله بلل وجناين. الجناين دي يعني خضرة، يعني ورد، يعني شجر، يعني سما تقعدي تبصي فيها. افضل اقول الله يا بقت زرقاء ليه، يا بقت برتقاني ليه. تساؤلات طبعا كلها ملونه، زي ما معروف عني ان انا بحب الالوان وليا في الالوان جامد. واكتشفت مؤخرا، معلش يعني ابعد عن الطفوله شويه، ان انا لما جيت اعمل افلام وسميتها الوان، ان انا كان ابويا الله يرحمه دكتور كيمياء صناعيه، تخصصه الوان اللي هي تركيبات الصباغه والحاجات دي، يعني ظاهر الجينات متأثرة. فالمهم في الطفولة بقى أنا كنت متأملة، مش فاهمة يعني إيه متأملة، بس أنا متأملة. أقعد أبص على الشجر، طب ليه الشمس بقت حمرة، طب ليه راحت، طب ليه ما روحنا اسكندرية، أشوف الموج، أشوف المراكب، أشوف كل حاجة. عندي فيها تساؤلات، وتساؤلات داخلية مش بعرف أعبر عنها قوي مع حد. يعني كنت بتربطيها باللون، يعني تساؤلات حضرتك وموهبتك في معرفة الألوان بالظبط كنت بتمارسيها من الطفولة. بالظبط، دايما كنت أقول إيه، طب هي ليه زرق السما، زرق، طب ليه اخضرت، طب ليه احمرت. فده كانت كلها حاجات، كلها فعلا زي ما أنت بتقولي مرتبطة باللون. النهارده بقى الحقيقة اكتشاف الموهبة عند الأطفال مش موجود زي الاول الى حد كبير. هل حضرتك بتلمسي ده في الفرق مثلا ما بين اكتشاف الموهبه عند حضرتك في مرحله الطفوله والنهارده، بتلاقي ان الاسر ما بتنتبهش بشكل جيد لموهبه اطفالها؟ احنا بالنسبه لنا كاسره كان بابا وماما الله يرحمهم كانوا منتبهين قوي للموضوع ده. يعني انا كنت بحب الرسم، اخواتي كانوا بيحبوا الرياضه، اختي اللي اصغر مني كانت بتحب التطريز. فكانوا هم اللي منتبهين للحاجات دي، وكانوا بيمدوا كل واحد بالمادة او الخامة اللي هو بيبقى محتاجها. يعني انا وانا صغيرة قوي فاكرة ان بابا كان بيجيب لي الالوان، كل ما اسافر بره يجيب لي الوان جديدة. اول ما طلعت الالوان القلم الملون الخشب بس لو عملتي عليه بالفرشة بمية يبقى ووتر كلر. فدي كانت طالعه زمان قوي. كنت حضرتك اللي بتطلبي الالوان ولا والدك اللي كان بيجيبها؟ كان بيجيبها لي، يعني هو اللي نمى الموهبه كان دي. كان هو اللي يعني مثلا في عيد ميلادي وانا صغيره برضو يجيب لي القماش اللي الكبار بيرسموا عليه مثلا بالزيت. كان عنده امل بقى يعني ان انا عندي موهبه حس بيها. فكان كل واحد فينا عنده استعداد معين كانوا بينميه. المزيكا مثلا كانوا بيجيبوا لنا مدرس بيانو. فكل اخواتي الصبيان كانت السباحه والكشافه حاجات برضو، وكان كل واحد حسب موهبته. كل واحد حسب موهبته. النهارده ده ما بيحصلش ليه مع الاسره؟ اللي حاصل بقى دلوقتي الاهالي منتبهه قوي قوي اكتر للمذاكره والدروس والرياضه، مركزين قوي في الرياضه والدروس، في حين ان الفنون عموما دي بترقي الاحساس. يعني هما بيلجأوا للرياضه عشان يشغلوا وقت الاولاد وما يروحوش في السكك اللي هي مش ولا بد او يعني ينشغلوا. ففي حين ان الفنون ممكن ترقى الشعور، ممكن حقيقي ترقي الوجدان، ممكن. يعني انا شايفه ان كل الاهتمام حاليا مع الاطفال بالذات بالرياضه. انا بشوف انا بعمل حاجه حاليا منتبهه ليها قوي وانا بعملها وقصدها، الورش اللي انا بعملها مع الاطفال. بعمل ورش في اماكن مختلفه، سواء كان مدارس او مهرجانات او اي حاجه، بعرض افلام كرتون مصريه ونتناقش فيها ونقول اللي عجبنا وايه اللي ما عجبناش وايه اللي فهمناه وايه اللي ما فهمناش، وبعدين نرسم اللي شفناه.
فبكتشف ان في ولاد بسم الله الرحمن الرحيم بتكتشفيهم حضرتك. بكتشفهم وبعمل لهم جوائز، بعمل لهم ستيكرز كمان، وبعمل لهم شهادات تقدير. فده الاهالي نفسهم بيتفاجئوا ان الولاد عندهم الموهبه دي وان عندهم الاستعداد ده. بتوجهيهم حضرتك ازاي؟ بوجه، بقول له انت شفت ده فين؟ طب دي ايه؟ طب دي كانت في فيلم ايه؟ يعني عارفه بتشغلي له ذهنه، وفي نفس الوقت بتعوديه ان هو ازاي ممكن يخزن الصوره. صحيح. او كل حاجه يشوفها وهو ماشي او وهو في حياته بتبقى مخزون. يعني انا وبيستدعي هذا المخزون في الموقف. بالظبط. يعني انا اذكر وانا احنا صغيرين كان بابا يقول لنا، واحنا لسه بقى ما اتعلمناش ولا القرايه ولا الكتابه، كان يقول لك وانت في الباص وانت رايحه المدرسه طول ما انت ماشيه حاولي تقري اسامي المحلات، اقري الارقام اللي على البيوت. فكان بينمي فيك برضو انك تبقي عندك قوه ملاحظه. صحيح. وفي نفس الوقت تخزني ونستدعي الذاكره. وبالنسبه للفنان التخزين ده شيء مهم جدا. فنانة شويكار خليفة، حضرتك تخرجتي من كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، وبالرغم من كده كان عملك دايما في الرسوم المتحركة من البداية. فادت حضرتك الدراسة أثناء مرحلة العمل ولا كانت شيء مختلف تماما؟ لا، هو طبعا الفنون مكملة لبعضها. يعني الديكور، يعني ازاي تظبطي حاجة، ازاي تصنعي حاجة مناسبة لحاجة، ازاي تعملي تشكيل، ازاي تعملي تكوين، ازاي تركبي حاجات على بعض. فكل الفنون مكملة لبعض. ليه ما اشتغلتيش في الديكور؟ دي قصة بقى. نعرفها. دخلت في التلفزيون. ما دخلناش على الوظيفة على طول. تمام. دخلنا الأول دورة إعداد 6 شهور. بناخد فيها كل حاجة عن التلفزيون. صحيح. كل حاجة، حتى الشؤون المالية والإدارية والاستوديوهات والكاميرات والمونتاج وكل ده. من ضمن المحاضرات اللي خدناها محاضرة من الأستاذ الله يرحمه الكبير قوي الأستاذ علي مهيب. فاكتشفنا ان في رسوم متحركة في التلفزيون، دي حاجة ما كنتش أعرفها، وانجذبنا ليها. كنا مجموعة من الستات ورحنا زرنا الاستوديو نفسه. فخرجت من الاستوديو قلت انا مش هروح ديكور. انا لو قررتي ده قررت ان انا مش هروح التوزيع بتاعي، مش هروح ديكور، انا هروح رسوم متحركة وابدا من تحت الصفر، ما عنديش اي مشكلة. اتعلم، اجرب، انا عندي تحدي داخلي كده في حاجات كتير قوي، يعني ممكن اعملها من غير ما اعمل دوشة ولا زيتة ولا شغل. تاخدي قرارك في هدوء. ففي هدوء كده قررت ان انا رايحة رسوم متحركة. بحماس البدايات الحاضر معها دوما وبعشق حقيقي لفن مختلف وبالغ التميز، كان للفنانة والمخرجة الكبيرة شويكار خليفة خطوات جادة وناجحة في إرساء دعائم فن الرسوم المتحركة في مصر والعالم العربي، لتصبح رائدة هذا الفن وملكة هذا العالم السحري. الفنانة الكبيرة والمخرجة شويكار خليفة، هنبدأ مع المحطات الأساسية في حياتك العملية، والأستاذ علي مهيب كان ليه دور كبير في بداية حياتك العملية. تفتكري إيه عن الفترة دي وأكتر الحاجات اللي اكتسبتيها في بداية تعلمك أو عملك بالرسوم المتحركة؟ هو كان يتميز بأن هو الهدوء والإرادة، وكان تقريبا صامت، بيعمل في صمت ومش كتير الكلام. بيجي يبص عليك يشوفك ويحس كده ان عندك حاجه ضرب ما، يعني فينكشك بالراحه كده، فتلاقي نفسك انت اللي بتحلي لنفسك المشكله. يعني حصلت معايا، يختلف جدا عن فهمي عبد الحميد. ممكن ناخد موقف يبين الاختلاف في فهمي عبد الحميد؟ يعني زي ما بقول كده، علي مهيب ما كانش يتكلم كتير، في صمت. فهمي كان ممكن ياخد ويدي معانا، يمكن بحكم قرب السن مثلا، او ان هو كان قاعدين مع بعض على طول في الاستوديو. علي برضو كان هو الرئيس، فكان له اوضه مستقله، فوجودنا مع بعض احنا مع المجموعه مع فهمي عبد الحميد كنا ناخد وندي. كان يستشير، هو يحب قوي يسال ايه رايك في ده، طب نعمل ده ولا ده، طب لو الناس شافت ده هتعجبها، يعني عارفه، فيديكي مجال انت كمان تطلعي
حاجات ممكن تكون هو عارفها بس عاوز يتأكد منها انها عندك ولا لا. والنقاشات دي اكيد بتفيد كل الاطراف. ده اكيد اكيد، وهو اسلوب يعني، وانا بطبعي اصلا مش بعرف اسال. بعد الفطار واللازم منه، بعد الفطار احلى الكلام ويرق فنه، بعد الفطار على راي مامتي، على راي اختي، على راي خالتي، على راي ننتي، على راي ستي. حضرتك درستي في بداية حياتك العملية أيضا في ألمانيا الغربية، وكنت باستمرار متابعة لكل جديد في هذا الموضوع. الرسوم المتحركة في البداية كانت صعبة، اختلفت مع تطور التكنولوجي الهائل اللي بنعيشه وبيتطور سنة بعد التانية. المرحلة دي حضرتك توصفيها بإيه؟ هو أنا اشتغلت شوية الأول وبعدين سافرت المنحة الأولانية بتاعت برلين الغربية. كانت منحة أنا كنت رايحة على أن أنا يعني هدرس تلفزيون جنرال وبعدين كرتون. تمام. فاكتشفت أن ما فيش غير التلفزيون كل حاجة إلا الكرتون، ما عدا الكرتون. فاعترضت وقلت لهم لا أنا جاية أدرس كرتون، لأن أنا ممكن أعرف أدرس الجنرال ده، لكن أنا كمان عاوزة أتخصص كرتون، وانا عندي اوريدي باك جراوند، بس عاوز اعرف انتوا تفرقوا عننا في ايه. تمام. ففعلا ودوني استوديو خاص للرسوم المتحركه، التحقت بيه واشتغلت معاهم. استجابوا. نعم، يعني استجابوا ان حاجه ما كانتش موجوده لكن حضرتك طلبتيها. انا هقول لك على حاجه لطيفه جدا. في نهايه الدوره دي بيعملوا حفله يودعوا بقى الطلبه ويدوا لهم شهادات والكلام ده، فكان المدير بتاع المعهد اتغير. ما كنتش انا بقى، كنت بشتغل في الاستوديو فما شفتوش لما اتغير. فجايه بسلم على الجديد وبقول له انا فراو خليفه من ايجيبتن. فقال لي عارفك شكلا وموضوعا. قلت له ازاي يعني؟ ازاي طبعا خديت؟ قال لي انا عرفت انت عملتي ايه وكنت عاوزه ايه، شفتي قد ايه تفاصيل، ويهم ان هو يبقى عارف ومتابع حتى اللي خلصوا وماشيين. صحيح. عارف الشخصيه دي تميزت بايه وعملت ايه، وتلبيه رغبه الدارس او الباحث ده شيء مهم جدا. انا هرجع بصوره صحيح ان انا احترمت هناك وان انا حققت اللي انا المفروض اعمله، مش مجرد ان انا مسافره. دلوقتي ده خلال عملك وخصوصا مع الراحل الكبير فهمي عبد الحميد، وزي ما حضرتك قلتي كل واحد بيبقى ليه شخصيته في العمل، فوزير ارتبطت بفهمي عبد الحميد بشكل كبير جدا، وخصوصا ألف ليلة وليلة حضرتك عملتي فيها، واعتقد دي بصمة او مرحلة لا يمكن ابدا حد ينساها. أكيد. نقول فيها ايه؟ نقول ان هي هو سبقها، سبق الفوازير، كان في مسلسل اسمه جحا. ده كان لايف وكرتون، عكس بقى ألف ليلة وليلة. كان عبد المنعم مدبولي كان هو جحا لايف، والحدوته اللي بيحكيها كانت هي الكرتون. قبل منعم مدبولي. قبل منعم مدبولي. قبل ألف ليله وليله. تمام. دي التجربه الاولانيه خالص في الكرتون اللي هو كان له شكل مميز. فدي برضو كانت تجربه مهمه قوي بالنسبه لي. بعدها بقى لما عملنا ألف ليله وليله كان العكس، كانت الحدوته لايف والراوي كرتون. دي طبعا خدت مننا يعني مراحل كبيره جدا ووقت طويل جدا، وكناش بنلحق نرتاح من رمضان لرمضان، كنا دقيقه جدا طبعا يعني لازم تعملي مجهود. حاجه مجهود. طب في النهارده التطور اللي موجود وبتفتكري المرحله دي بتحسي بايه؟ بحس ان طبعا كان هتوفر علينا وقت، تكنولوجيا جديده والبرامج الجديده كانت هتوفر علينا وقت، بس احساسي ان انا مسؤولة عن كل حاجة كنت بعملها وايدي فيها، روحي احساسي. صحيح. مشاركة زملائي ليا في ان احنا بنختار الالوان، ان احنا حد هيعمل التحريك وحد يحبر وحد يلون، المشاركة دي دلوقتي مش موجودة. دلوقتي عبارة عن ميكانيكا يعني آلة. الروح دي ليها طعمها طبعا اكيد وليها جودتها، مش بنكر ده، بس انا بكلمك على روح المرحله اللي احنا عشناها. شايفه ان الفوازير انتهت برحيل فهمي عبد الحميد؟ لا هي ما انتهتش، بس الشكل طلع منها برضه. بمعنى يعني مثلا هو عمل ستايل يتميز مش بس بالتكنولوجيا او بالخدع او بالتركيبات الغريبه، يتميز كمان بخفه الظل. تمام. ما كانش ابدا يعمل حاجه لمجرد ان هو بيعمل خدعه، كانت لازم تبقى فيها خفه ظل.
بصمته؟ بصمته لازم تبتسمي وانت بتتفرجي. تفتكري لنا حاجة كده؟ يعني مثلا في بتاعة شريهان لما كانت حاطة على وشها اللي هو بيسموه ايه البرقع، ولا اللي بيبقى مخرم كده ده؟ وبعدين طالع عليه ناس بيتسلقوا مش عارفه اسمه برقع ولا اسمه ايه، اللي بيطلعوا عليها وهي ايوه بالظبط. حد يعني صحيح تركيبه غريبه جدا. صحيح. والفكره جت ازاي اصلا؟ هو يعني اللي مثلا اللي بيطلع من البرنيطه تعمل الساحر كده ويطلع حد من البرنيطه او اللي يطلعوا من ورا. صحيح. هو له لا هو كان خفيف الظل، يحب قوي 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 يسمع اخر النكته، يحب يضحك، يحب يبقى مصحصح لكل حاجه اللي حواليه، يحب يسمع راي الناس كلها. صحيح. من الاول خدمات المعاونه لاكبر واحد في الاستوديو. وكان اكيد بيكتسب افكار من الحوارات دي كلها. على الاقل بينتبه لمثلا الحته دي ما اتفهمتش، يقوم يتلافاها بعد كده. لا هو كان مندمج مع الجمهور قوي قوي يعني. وكان مثلا ندخل رمضان بست سبع حلقات بس، والباقيين متصورين اجزاء منهم ولكن ما تشطبوش، علشان لو في تغيير، لو في عدم استجابه من الجمهور لحاجه معينه يلحق يصلحها. ما بين الرسوم المتحركه والاعلانات والافلام القصيره والكاريكاتير والخدع السينمائية، تنوع الإنتاج الإبداعي للفنانة القديرة شويكار خليفة على مدار سنوات طويلة، مؤكدة في كل عمل أنها عاشقة لهذا الفن هواية واحترافا. المخرجة الكبيرة والفنانة شويكار خليفة، إلى جانب العمل الفني حضرتك مارست الإدارة من خلال رئاسة قناة الأسرة والطفل، قدمتي خلال هذه الفترة العديد من الأعمال وحصدتي العديد من الجوائز. بالتأكيد الإدارة بتختلف عن الفن، ولكن كلاهما بيحتاج للموهبة. ياريت تكلميني عن الفترة دي، وإيه اللي اختلف في شخصية شويكار خليفة الفنانة عن رئيس القناة؟ هو أنا كفنانة طبعا كنت عندي أحلام كتير، وكنت عاوزة أعمل وعاوزة أعمل وعاوزة أعمل، لكن لما يبقى في أنت المسؤولة عن الإدارة أو أنت مسؤولة عن الناس هم اللي المفروض يعملوا، فأنت بتتخلي عن أحلامك الشخصية وتحققي حاجات من خلال الناس التانية. فأنا بدل مثلا، أنا دايما أقول كده، دايما بدل ما أنا أعمل فيلم واحد في السنة، يدوب عشان أعمل فيلم كرتون في التلفزيون يدوب هاخد سنة. فكنت بعمل أكتر من فيلم من خلال الناس التانية أو خلال الشباب. بتكلفيهم بعملها؟ بكلفهم طبعا. تمام. فانا يعني في مش عارفه اقول لك قد ايه شباب اشتغل معايا او تحت ادارتي يعني، وحققت معاهم احلام كان نفسي انا اللي اعملها. بما اني في اداره ما حبيتش ان انا استغل الظروف دي وانا اللي اعملها، لا خلفت ناس تانية هي اللي تعملها تحت اشرافي وبافكارهم وافكاري، وناخد وندي. انا عندي روح ان انا اسمع واتقبل واستشير ويعني اشير اكتر من استشير يعني. الاثنين مطلوبين في الاداره الحقيقه. الاثنين لا بتكلم عن الناحيه الفنيه. كناحيه فنيه. لكن في الاداره طبعا كنت بجمع في الاداره ما بين نائب رئيس القناه الاول ومسؤوله عن الجرافيك في القطاع القنوات المتخصصه، مسؤوله عن انتاج الكرتون في القنوات المتخصصه، ونائب رئيس القناة، وبعدين بقيت رئيس قناة الدراما، وبعدين بقيت رئيس قناة الأسرة والطفل والدراما والجرافيك. الفترة دي كان في هناك العديد من الأعمال اللي تم إنتاجها. أيوة. حضرتك أرسيتي القواعد دي، ليه ما استمرش الموضوع ده بعد كده؟ والله هي كانت الوقت ده كان خصب جدا، كان هايل، وكان في تشجيع. الأستاذ حسن حامد الله يعني يجزيه خير على الجهد اللي كان بيبذله. صحيح. وعلى ان هو كان واقف في ظهرنا تماما. صحيح. ومشجعنا وفرحان بينا وحاطط كل واحد في مكانه، حاطط خبرات وجنبيها شباب صغير جنب الخبرات دي حماس وافكار ونشاط. فكنا فعلا عاملين فرق استقتال يعني، وخدنا جوائز في كافه المجالات، وده كان بيشجع يعني. هو ده المطلوب، ان بنحفز المرؤوسين بالظبط علشان يبدأ. انا مش جايه ابقى رئيسه قناه عشان انا اللي اشتغل. صحيح. او انا اللي اعمل افلام، لا انا جايه رئيس عشان اشغل الناس،
عشان انتج للناس. الحاجه الكبيره شويكار خليفه اتعرف عنها انها بتساند الشباب، بتدعمهم، بتقف جنبهم وبتكتشف المواهب الحقيقيه وتقدمها من خلال هذه الفتره ومن خلال الاعمال اللي تم انتاجها. والله الحمد لله انا كنت بعملها بتلقائيه شديده جدا وبطبيعيه جدا، لان انا كنت عارفه ان ده دوري. واللي انا زي ما قلت لك قبل كده ان انا اللي ما عرفش احققه لوحدي وعنديش الوقت ان انا احققه لوحدي، حققته من خلال الشباب. شفتي شخصيات وفكروكي يعني ببداياتك وتوسمتي فيهم ان هم فعلا هيبدعوا؟ يعني مثلا اضرب لك نموذج مثلا، يعني مثلا كان في بيجيلي شركات انتاج عشان تفرجني على الانتاج بتاعها عشان ينتجوا معايا مع قناه الاسره والطفل كرتون او بعد تمام. تمام. فكانوا بيفرجوني على النماذج، فشفت نماذج وعجبني حاجات وخلاص. بعد كده جات لي شركات تانية وجايبه لي افكار، كنا عاملين لجنه للقراءه والنصوص واخترنا، وجبت شركه الانتاج اللي عاوزه تنتج العمل ده وقلت لها الفيلم ده المسلسل ده يتعمل بس اللي يعمله فلان. فقالوا لي فلان انت تعرفيه منين؟ قلت لهم انا شفت له شغل وشكله تركيبه شغله يمشي مع الموضوع اللي انتوا عاملينه ده. فراحت الشركه جابت فلان ده، هو المخرج الجميل احمد فوزي، راحت له قالت له مدام شويكار عاوزك انت اللي تعمل المسلسل ده. فاصحابه قالوا له انت قريبها؟ انت تعرفها؟ قال لهم لا والله انا قابلتها مره واحده بس وشافت شغلي بس. يعني انت مش قريبها؟ قالوا له والله ما قريبها. يعني فده يعني بالخبره وبالتجربه الواحد بيقدر عارف مين يعمل ايه، زي المخرج لما يختار ممثل او ممثل صحيح. تاني ما ينفعش في الدور ده لكن فلان ينفع. النهارده محتاجين ان احنا نكتشف المواهب بطرق مختلفه، ايه المطلوب علشان نقدم الدعم للمواهب الجديده خصوصا مع التكنولوجي الحديث مع تطور العمل الفني؟ حضرتك شايفه ايه المطلوب عشان بالفعل ادي فرصه حقيقيه لهذه المواهب؟ هو الاختيار الصح، تختاري الموضوع الصح وتحطي معاه الشخص المناسب اللي قدراته تسمح بانه يعمل ده. ما يعني وبعدين التجربه مهمه جدا. صحيح. يعني لازم يجرب واشوف واتابع، وانا كنت بتابع اول باول الانتاج طبعا كمنتج فني، فكانوا بيبقوا مخضوضين ان انا مهتمه قوي ان انا براجع كل حاجه كده. امال ايه دوره المنتج الفني؟ ان انا اسمي بس يتكتب ولا دوري ان انا اطلع شغل يحترم ويدخل المسابقات ويكسب؟ صحيح. احنا يعني الحمد لله واخدين كم من الجوائز بالكرتون بتاعنا وبالبرامج العاديه برضو خدنا جوائز كتير قوي. العمل الاداري هل تعارض مع العمل الفني ولا او كان ليه تاثير عليه؟ لا هو بس انشغلت اكتر بالاداري عن الفني. عن نفسي انا، عن الفنانه، عن الفنان رئيس القناه او العمل الاداري اخذ من الفن شويه، وخصوصا ان انا كنت في وقت من الاوقات زي ما قلت لك كنت رئيسه قناتين ورئيسه الجرافيك والانتاج بتاع الكرتون، فده كان طبعا شاغلني عن، لكن كنت بحقق نفسي من خلال الافكار اللي الشباب بيقدموها والاعمال اللي بنعملها. حضرتك زي ما قلتي حصدتي العديد من الجوائز عن الاعمال الفنيه اللي قدمتيها، حضرتك قدمتي عدد من الافلام لليونيسيف عن الاسره والطفل مع منظمة الصليب الأحمر عن حقوق الإنسان في الحرب، وحصلتي بالفعل على عدد من شهادات التقدير. يا ريت حضرتك برضو تدينا فكرة عن التجارب دي وإيه اللي اكتسبتها الفنانة شويكار خليفة منها. والله هو البداية كانت مع الصليب الأحمر. تمام. كانوا بيعملوا عن حقوق الإنسان في حالة الحرب. فطبعا قالوا عاوزين نعمل كرتون، بس طبعا الكرتون في حاله زي دي مش هينفع اي كرتون، عشان المفهوم عن الكرتون دايما ان هو كوميدي او اطفال او كده. فرحت على طول لجأت لصديقي العزيز الزميل الجميل شوقي حجاب، شاعر شوقي حجاب، طبعا وقعدنا مع بعض ورحنا للجنه الصليب الاحمر واتفقنا ازاي هنعمله. حقوق الإنسان في حالة الحرب، واكتشفنا ان معظم الاتفاقيات اللي هي بتاعت هيئة الأمم المتحدة متاخدة من القوانين العربية اللي كانت بتنفذ في حالة الأسير والأسرة ايه تتعاملوا ازاي، والحاجات دي كلها مأخوذة من الأصول العربية. فإحنا عملناها بشكل تجريدي شوية. عملنا ثلاث افلام عن حقوق الانسان في حاله الحرب. كان ليها شكل مختلف جدا وترجمت للغات، وسافرت راحت مهرجان هيروشيما
وراحت في ورشه في فلوريدا في ديزني. فالحقيقه حققت رساله جميله يعني. بالنسبه لليونيسف برضه هي مهمه انسانيه جميله جدا، اللي هم بيهتموا بصحه الام والطفل. تمام. فعملت برضه بصحبه صديقي وزميلي الشاعر شوقي حجاز، احنا عملنا كابل هايل يعني في الانتاج الكرتون. له تاريخ يعني. عملنا برضه حلقتين عن الادويه المنتهيه الصلاحيه. ودي حاجه مهمه جدا، لان طبعا الاهالي بتتعامل معاها كانها حاجه صحيح عاديه. كانت حلوه قوي. وعملنا حاجه عن اشعه الشمس والفيتامينات فدي برضو كانت توعية. فدي برضو تعرضت في هيروشيما، وتعرضت في برضو في ورشة في فلوريدا، وفي جامعة في كاليفورنيا محتفظة ببعض الأعمال بتاعتي من الكرتون النوعية. تؤمن دائما أن للفن رسالة، وإنه من خلال عالم الرسوم المتحركة يمكن تمرير الكثير من الرسائل للأطفال والمساهمة في تكوينهم الفكري والثقافي منذ سن مبكر. لذلك لا تبخل بالمشاركة بخبرتها وعلمها دائما في العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية ونقلها للأجيال الجديدة. المخرجة الكبيرة والفنانة شويكار خليفة، تعاملت مع الطفل على مدار سنوات طويلة من خلال العديد من أوجه الأعمال الفنية اللي حضرتك قدمتيها، والطفل اختلف امبارح عن النهاردة عما سبق. شايفة الطفل المصري ازاي النهاردة؟ والله أنا قربت منهم قوي بقالي حوالي قربت أكتر يعني. الأول كنت بنتج لهم وبتعامل معهم مش عن قرب قوي يعني، لكن بقالي حوالي 6 سنين بتعامل معاهم عن قرب قوي. زي ما قلت لك قبل كده، بعمل الورش دي في المهرجانات وفي المدارس وفي المحافظات، فبكتشف ان بسم الله ما شاء الله. اولا سرعه بديهه فظيعه، ذاكره جميله، قدره على التعبير. بيجي لي اطفال يحضروا الفيلم لكن مش عاوزين يشاركوا مثلا في الرسم بعد ما نخلص الافلام، فاقول له طب ما تجرب، يقول لا مش بعرف. اقول له خلاص براحتك. فاول ما شويه كده يبص يلاقي زمايله بياخدوا الورق وابتدوا يلونوا، بيجي يقول لي ممكن ورق؟ وابص الاقيه رسم حاجات حلوه. اقول له شفت بقى، ما انت بتعرف اهو، انت بتضحك عليا. عارفه انا ليا شويه اسلوب مع الولاد، بتحبي الاطفال؟ طبعا. فالمشاعر بتتنقل لهم بسهوله، بتتنقل لهم ببساطه، وبياخدوا عليكي على طول. يعني ما بيبقاش فيه بقى حته المس والاستاذه والحاجات دي، لا انا بدخل فيهم كده شمال على طول. شايفه قدراتهم وامكانياتهم لا إيه؟ هايلين بصراحه. يعني انا في مسلسل اسمه سكر وبنجر عن طفله ضريره. ايوه. وبتتعامل مع بدل ما تمشي بكلب زي كل الحالات دي، بتمشي بقطه، فهي اسمها سكر والقط اسمه بنجر. ففوجئت بعد ما خلص المسلسل اللي عرضته، يعني الرسومات كانهم كانوا جوه المسلسل. ازاي العناصر اللي في الفيلم رسمينها، والبنت ازاي وماسكه الحبل والقطه ممسوكه بالحبل ازاي، وهي شعرها معمول ازاي، وكان فيها شطرنج وحاجات كده، ورقعه الشطرنج مرسومه. فوجئت يعني، لا الحقيقه في قدرات، بس انت محتاجين نركز معاهم. يعني زي ما قلنا قبل كده، الاهالي مهتمه قوي بالرياضه اكتر. تمام. الرياضه البدنيه. فانا مش ضد، بس لازم نشوف الفنون رقي، الفنون احاسيس وجدان. يعني النظافه في الشارع ده، لو واحد بيعرف يرسم وبيلون هيستحرم يوسخ الشارع. مهرجان سينما الطفل، ايه اسباب توقفه وليه ما بقاش فيه انتاج عمل فني رسوم الاطفال المتحركه؟ بالرغم احنا بنشوف قنوات عربية بتقدم متخصصة في هذا اللون للأطفال، وقد إيه الطفل المصري مرتبط بيها، وده في بيوتنا كلنا، ليه ده مش موجود عندنا؟
هو في يعني هي هبطت من بعد ثورة 2011 شوية لضعف الإمكانيات يعني، لكن ابتدت بقى لها بحوالي 3 سنين أو 4 سنين تشتغل تاني، بس بمستوى معين وبفكر معين. الفكر معين ده جاي من إيه؟ يعني مفيش تمويل مصري، في تمويل خليجي. تمام. فالخليجي هيدفع فلوس وعاوز شغل يناسبه. مش انت كده هنا في مصر كنت بتنتجي ما يناسب الكل. صحيح. لان انت لغتك وحتى العاميه بتاعتك كلها الناس بتفهمها كلها على مستويات. فكان سهل يعني. فبالنسبه لانتاج الكرتون ابتدى ينتعش بعض الشيء. تمام. لكن مش كل الموضوعات. انا بعتبر ان الفتره اللي احنا كنا فيها بننتج في القنوات المتخصصه هي كانت يعني تقدري تقولي نقله في تاريخ الكرتون، من حيث الموضوعات، من حيث التناول، من حيث عدد الشباب اللي شارك في محتاجين نعيدها تاني. محتاجين نعيدها طبعا. وبعدين في ناس كويسه قوي، في كتاب كويسين قوي، وفي برامج واجهزه بقت فوق الوصف. يعني الحاجه اللي كنا بنقعد احنا فيها كنا بنقعد في الدقيقه الواحده 3 اسابيع. صحيح. عشان تنتجي دقيقه كنت بتقعدي 3 اسابيع. دلوقتي ممكن طبعا الوقت ما يبقاش بالبطء ده. مهرجان سينما الطفل، هل نقدر نقول اسباب توقفه بتعود لاشياء معينه؟ والله اعتقد ان في حاجة أنا مش عارفة، أنا كنت مشاركة وكنت من المؤيدين جدا لاستمراره وساهمت فيه بقدر كبير يعني من النشاط والمجهود. وبعدين القرارات دي بتيجي كده ما ببقاش فاهماها بصراحة، وأنا مش بحب أدخل في الحاجات اللي ماليش فيها. لكن محتاجين وبلا شك. أكيد طبعا، لأن ده كان بيعمل لك سمعة دولية. أنا كان في لما بعرض الشغل بتاع الكرتون بتاع متخصصة، لما كنت بعرضه في المهرجان ده كان الاجانب، كان في لجنه تحكيم اطفال مصريين واجانب. تمام. للكرتون. كانوا الفيلم بيتعرض لاول مره وهما بيرددوا معاه المزيكا والاغاني بتاعته. الانفعال ده بيمس اي حد، اي طفل. العديد من التكريمات، العديد من شهادات التقدير والجوائز اللي حضرتك حصلتيها على مدار هذا المشوار المتميز، لكن تبقى جوائز معينه ليها مكانه خاصه. نقدر نقول ان اخر او من الجوائز الاخيره كان تكريم من مهرجان المركز الكاثوليكي عن مجمل اعمال حضرتك. بشكل عام كلميني عن التكريم وعن اقرب يعني صور التكريم لقلبك. بصي، هو طبعا دي كانت مفاجأة بالنسبة لي جدا جدا بالمركز الكاثوليكي، لان هم عمرهم ما كرموا حد من الكرتون. فكانت بالنسبة لي مفاجأة جميلة، انا ما قدرتش امسك نفسي لما طلعت على المسرح وقلت لهم بصوت عالي كده، انا اخيرا الكرتون بقى له ام واب شرعي. لان انا اعاني من التجاهل وال يعني مش محطوط في خطة الاهتمام خالص. مطلوب انه يكون موجود طبعا. لا طبعا، احنا بنتكلم عن غرس وهويه وثقافه. بتتحاربي بكرتون على القنوات الثانيه. صحيح. في حالات شاذه في الكرتون الاجنبي بتعمل لك حاجات خاصه ضد حضرتك. صحيح. وبتتسلل للولاد وانت مش حاسه. الام بتسيب ولادها قدام التلفزيون وبتدخل للمطبخ او بتروح تعمل حضر شغل او بتعمل اي حاجه. يمكن عشان كده قلت لحضرتك احنا عندنا القنوات مطلوب ان احنا يبقى عندنا الهويه المصريه. هو ده والشخصيات اللي يرتبطوا بيها. بالزبط. الاطفال. بالظبط. نرجع للتكريم. التكريم. بصي، هو في حاجات كتير احنا قلنا على المركز الكاثوليكي دي، كانت طبعا بالنسبه لي مفاجاه جميله قوي. طبعا التكريم كمان بتاع وزاره الثقافه سنه 2008 في مهرجان القاهره السينمائي. كرمت وطلع عني كتاب اسمه شويكار خليفه احلام ملونه، كان سنه 2008. وقبليها بكام سنه كان في كتاب اسمه مبدعات تلفزيونات، برضه كانت وزاره الثقافه، كان اللي كاتباه ماجده موريس. ومن شهر كده شهرين في كاتبه شابه من مجله الاذاعه والتلفزيون عملت كتاب اسمه نجوم ماسبيرو، فانا كنت من ضمن النجوم ماسبيرو. في تكريمات من مهرجان الاقصر الافريقي الدولي. في تكريمات كتير، بس
يعني كلهم حلوين وكلهم ليها مناسبة، كل حاجة ليها طعم يعني. أكيد. في حاجات بقى مش تكريم بمعنى المسرح وتمثال ومش عارف ايه، يعني لما طفلة ترسمك احلى تكريم. صحيح. مفاجأة. صحيح. في مهرجان الأقصر الأخير ده بنعرض الأفلام، ولسه بعد ما نعرض هنرسم، وجئت ببنت بتاعت 12-13 سنة جايبة صورة وجايبها لي تقول لي أستاذة شوشو ممكن تقبلي مني الهدية دي؟ فاتفاجئت بأن هي رسمالي فعلا. طب إمتى يا بنتي؟ إمتى عملتي ده؟ جميل. يعني عارفة الروح دي، يعني الود ده والجمال ده، يعني الولاد عندهم استعداد. انا يعني مستغربه من يعني يمكن من اعباء الحياه اللي على الاهالي اللي بتخليها مش بتاخد وتدي قوي مع الولاد، او مش بتفرغ نفسها ليها. فلا ده حاجه، ده هم دول المستغرب. انا اول ما ادخل اي وركشوب اقول لهم انتوا عارفين انتوا مين؟ طبعا يبلموا كده، بعدين اقول لهم انتوا اهم حاجه في مصر. طبعا خلاص يبقى كسبتيهم، كان انا دوست على الزرار الصح. يعني الفنانة شويكار خليفة بالتأكيد، وإحنا في شهر رمضان ذكريات كثيرة جدا مع هذا الشهر الكريم، وأعتقد بيبقى تخطيط أيضا للفترة القادمة إن شاء الله اللي جاي إيه مع المخرجة الكبيرة والفنانة شويكار خليفة. والله هو في حاجة متميزة قوي السنة دي، مهرجان الأول لعالم التحريك مع الشباب العربي والأفريقي، وعاملاه انا والدكتوره ليلى فخري والدكتور عبد العليم وعطيه عبد الخيري، ومع وزاره الشباب، وشامل بلاد افريقيه وعربيه كتير، وان شاء الله يعني يكون حقق حاجه كويسه ويستمر ونجود فيه اكتر ان شاء الله. هي واحده من مبدعات مصر، لها رصيد وافر وثري من الأعمال التي شكلت وجدان الكثيرين صغارا وكبارا. تميزت في مجال فني محبوب وله خصوصية كبيرة أثبتت فيه موهبة صادقة أكدتها عشرات الجوائز والتكريمات، وقبلها محبة الجمهور لما تقدمه دائما. إنها المخرجة الرائدة والمبدعة صانعة الأحلام الملونة، الفنانة شويكار خليفة.